أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن من يعبد الله تعالى وهو لا يعتقد بطلان الأديان والمذاهب المخالفة للإسلام فهو غير موحد؟ هذا إن كان جاهلا يعذر مدة جهله حتى يعلم، أما إذا كان متعمدا ويقول الأديان كلها سواء ولا أعتقد بطلانها فهذا كافر بالله عز وجل، هذا كافر بالله، لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب لإجماع المسلمين، لأنه ليس هناك دين حق إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك دين حق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما قبل فيها أديان حق، لكن بعد البعثة نسخ دين الرسول صلى الله عليه وسلم، نسخ ما قبله وصار الدين هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس، كل الناس، كل البشرية من بعثته إلى أن تقوم الساعة، وهم أمته التي يجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده حتى يقال كل يتبع من نبيه، ما في نبي إلا هذا الرسول هو نبي هذه الأمة، ما في نبي آخر إلى أن تقوم الساعة. نعم.